إيران تخطط بشكل خطير للغاية للانتقام من إسرائيل عبر ضرب هدف في العراق وعدة أهداف أخرى في أذربيجان. تفاصيل هذا الأمر نشرت بكامل اليوم من قبل مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي أكد هذه التفاصيل عبر مصدر أمني، وأكد بأن إيران تبحث عن ضرب هدف واحد داخل العراق في إقليم كردستان وبشكل خاص في أربيل، وهذا الهدف الذي تريد إيران القيام أو باستهدافه هو آجي أمين. هذا الرجل كان مديرا لمكافحة الإرهاب في السليمانية سابقا، وكان أساسا مسؤولا أيضا عن وكالة الحماية والاستخبارات سابقا في السليمانية، وهذا الرجل تسنم العديد من المصادر أو المناصب الاستخبارية المهمة للغاية. في عام 2022 وتحديدا في شهر يناير تم إلقاء القبض على هذا الرجل بتهمة التعاون مع مخابرات إقليمية، وبعدها بعشرة أشهر في شهر أكتوبر من نفس العام فصل هذا الرجل من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك فصل وفقد جميع المناصب أو المسؤوليات الأمنية والاستخبارية التي كان يتمتع بها، وبعدها غادر آجي أمين السليمانية ليتجه إلى أربيل. ولكن المفاجأة أن إيران كانت تتتبع آجي أمين وكانت تجمع المعلومات عنه، واتهمته بأن لديه تعاون في حقيقة الأمر مع الموساد الإسرائيلي في تسهيل عمليات الموساد وعمليات إسرائيل في داخل إيران عبر استغلال الأراضي الموجودة في إقليم كردستان من خلال نقل العديد من الأسلحة والمتفجرات وغيرها، مثل على سبيل المثال القطع المرتبطة بالطائرات المسيرة أن تدخل على شكل قطع متفرقة ويتم تجميعها في داخل إيران، ومن ثم تتحقق الاستهدافات ضد المنشآت العسكرية أو حتى المنشآت النووية. وكذلك هو متهم بعمليات تسهيل عمليات اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، وكذلك في استهدافات المفاعلات النووية. بالتالي إيران وضعت هذا الرجل كهدف حقيقي بالنسبة لها، وفعلا في شهر يناير من هذا العام حاولت إيران اغتيال هذا الرجل من خلال ضربة صاروخية كبيرة انطلقت من كرمنشاه تحديدا من قاعدة قزانشي. العديد من الصواريخ تجاه العديد من الأهداف، هو كان واحدا من هذه الأهداف بعد انفجار كبير طال العمق الإيراني تحديدا في كرمنشاه. هذا هو الانفجار الذي كان على الطريق المؤدي إلى ضريح الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، الانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 مواطن إيراني بريء بالإضافة إلى جرح أكثر من 170 آخرين. على الرغم من أن تنظيم داعش الإرهابي هو الذي تبنى هذه العملية، إيران قالت سنرد على ما جرى، وفعلا تم الرد بهذه الطريقة وضربت العديد من النقاط كما ذكرنا الآن بالصواريخ. وهذه النقطة التي نراها تضرب بالصواريخ بهذا الشكل هي في حقيقة الأمر هذه الفيلا الكبيرة التي ترونها، والتي اتضح بأن هذه الفيلا تابعة لرجل أعمال عراقي كردي وهو بيشرو ديزيي، الذي اتهمته إيران بأن لديه تعاملات مع الموساد الإسرائيلي في عمليات أيضا تجري في الداخل الإيراني، وكذلك كرم ميخائيل وهو رجل أعمال عراقي مقيم كان مقيما في الإمارات العربية المتحدة وكان ضيفا لدى بيشرو ديزيي. طبعا قتل معه بهذه الضربة ومع عدد من أفراد عائلة بيشرو ديزيي وكذلك كرم ميخائيل. ورغم أن العراق ندد بهذه الضربة وأوضح بأن ليس هنالك أي ارتباط لبيشرو ديزيي بالموساد الإسرائيلي وغيرها، إلا أن إيران استمرت بالحفاظ على موقفها في هذه الاتهامات، بل هي حاولت اغتيال آجي أمين قبل بيشرو ديزيي. حيث أننا نلاحظ هنا على سبيل المثال من طبيعة الضربات الإيرانية في شهر يناير من هذا العام، هي جاءت بهذا الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين. هذه هي أربيل، وهذا هو الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين إلى شمال شرق أربيل. كما نلاحظ الضربات ببساطة كانت قادمة على عدد من النقاط، على سبيل المثال جبل كورك، وكذلك على نقطة بالقرب من مصيف صلاح الدين. وبالقرب من مصيف صلاح الدين كان هو المقر الخاص بآجي أمين تحديدا، لاحظ أنه كان أقرب في الحقيقة من بيشرو ديزيي. بعدها حاولوا استهداف أو استهدفوا بالحقيقة الأمر فندق خان زاد، وكذلك قاموا باستهداف أيضا قرية أو نقطة بالقرب
من قرية ملا عمر، وهذه النقطة هي كانت الفيلا التي تحدثنا عنها لبيشرو ديزي، وكذلك كان هنالك أيضا استهدافا لنقطة أخرى وهي تأتي بالقرب من بحركة، وهو مخيم جيش نيكان تتواجد فيه عدد من العناصر وعوائل من الأطراف المعارضة لإيران لكنها غير مسلحة، متواجدة منذ عام 1981 في هذه المنطقة. جاءت طائرتين مسيرة هي التي هاجمتهم. نلاحظ هنا من خلال الضربة أن أجي أمين كان هو هدف قبل بيشرو ديزي، ولكن تمكنوا من بيشرو ديزي لكنهم لم يتمكنوا من أجي أمين وتخلص ونجا من هذا الاستهداف. ليس واضحا إذا ما كان موجودا في المقر وخرج قبل سقوط الصواريخ، أو أنه أساسا تمكن من الخروج من هذه المنطقة ولم يكن متواجدا من الأساس، والمعلومات الإيرانية كانت متأخرة في استهداف هذا الرجل. وها هو مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية يؤكد أن هذا الرجل الآن أصبح هدفا حقيقيا بعد كل ما جرى من العمليات في داخل إيران، تحديدا من عملية الاغتيال التي طالت إسماعيل هنية من قبل إسرائيل. وذكر مركز الروابط الآتي: صانع القرار السياسي في إيران في طور التراجع عن استهداف إسرائيل بشكل مباشر، لكنه يخطط باستهدافها بشكل غير مباشر عن طريق اغتيال أجي أمين، وهو أحد القيادات الكردية البارزة سابقا في محافظة السليمانية، والذي استطاعت إسرائيل من خلال التنسيق معه في اغتيال شخصيات عسكرية وعلمية في السنوات الماضية بإيران. لذلك يعد أجي أمين من ضمن بنك الأهداف الإيرانية، بالإضافة إلى ذلك إلى أن إيران أيضا كما تحدثنا تريد استهداف عدة أهداف موجودة في أذربيجان. الأهداف التي تحدث عنها مركز الروابط هنا هي أجهزة التنصت والتجسس الخاصة بالموساد الإسرائيلي التي يستخدمها الموساد في عمليات التجسس على كل التحركات العسكرية الإيرانية أو حتى النشاطات النووية، وتعتبر جبهة نشطة للغاية. هنا إيران هنا تريد استهداف هذه الأجهزة بشكل مباشر من قبلها، رغم أن هنالك شيء من العلاقة الجيدة بين إيران وأذربيجان، لكن العلاقة تتهورت مؤخرا بعد كل التصعيد الذي جرى طبعا بين أذربيجان وكذلك بين أرمينيا. نوعا ما كان هنالك تدهورا كبيرا، وقد تكون واحدة من المؤشرات على أن إيران فعلا تريد تحقيق هذا الاستهداف هو المناورات الكبيرة البحرية التي قامت بها إيران في بحر قزوين، وبعدها مباشرة في 48 ساعة الماضية أي في اليومين الماضيين كانت هنالك مناورات عسكرية مفاجئة من قبل أذربيجان لمنظوماتها الدفاعية، من ضمنها منظومة الأس 300 الروسية تحديدا، وبدأوا يستعدوا لأي هجمات صاروخية ممكن أن يتعرضوا لها فجأة. وكذلك قبل 7 أيام من هذه المناورات الأذربيجانية قامت إسرائيل باستدعاء الجنود الإسرائيليين الذين هم خارج الخدمة في إجازة مع عوائلهم في أذربيجان. طالبت إسرائيل من هؤلاء الجنود أن يعودوا من أذربيجان وأن يسافروا بسرعة من أذربيجان وأن يعودوا إلى ديارهم، بسبب أنهم من الممكن أن يكونوا أهدافا لإيران للانتقام لما جرى لإسماعيل هنية. ولا بد هنا من الانتباه لمسألة مهمة، بأن آخر نقطة كان متواجدا فيها الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هي أذربيجان. عند عودته سقطت طائرته ودخلت إيران في تحقيقات كثيرة وتحدثوا بأنه كان حادثا، ولكن ما جرى لإسماعيل هنية هنا من عملية اغتيال فتح الباب لحقيقة أن ما جرى لإبراهيم رئيسي من الممكن أن يكون عملية اغتيال هي التي طالت هذا الرجل في نهاية المطاف. التحقيقات الإيرانية النهائية لم تصدر من قبل الجانب الإيراني، ولكن أذربيجان بكون أن لديها علاقات مع إسرائيل وكون أن هذه العملية وسقوط المروحية جاءت بعد 2 شهر من عملية الاستهداف المباشرة لإيران في عملية الوعد الصادق هي التي أثارت الكثير من الجدل، وما جرى لإسماعيل هنية كما نتحدث هو الذي أثار الشكوك حول ما جرى لإبراهيم رئيسي. وبالتالي من الممكن لإيران أن تقوم بهذه الاستهدافات على العراق باتجاه أجي أمين كما تحدثنا، أو حتى هذه الأجهزة التنصت التي ذكرها طبعا مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت ذريعة أن أذربيجان متورطة فيما جرى للرئيس الإيراني أو غيرها من الذرائع بالنسبة لها، لأنها ترى بأنها مستهدفة بشكل خطير هنا، وقد تكون واحدة من المؤشرات إلى أن إيران تعد فعلا لعملية الاستهداف على
إقليم كردستان وحتى باتجاه أذربيجان، هو ما يجري من عمليات تشويش في هذه المنطقة تحديدا إلى شمال غرب إيران باتجاه قاعدة مهمة للغاية ألا وهي قاعدة تبريز. تلاحظ هنا في 11 أغسطس على سبيل المثال، هذه هي المنطقة، هذا هو التشويش، تشويش نوعا ما منخفض ومتوسط، متوسط باللون الأصفر، منخفض باللون الأخضر كما نلاحظ هنا إقليم كردستان كما نلاحظ، وأيضا هذه هي أذربيجان. ستلاحظ كيف تغيرت الأمور في 16 أغسطس، لاحظ هنا كيف تغيرت، هذه هو 16 أغسطس، التشويش ارتفع أصبح باللون الأحمر، وهو الذي يوضح بأن التشويش على إشارة الجي بي اس أصبح عاليا، هو نفس التشويش قبل عملية الوعد الصادق التي نفذتها إسرائيل أو نفذتها إيران عفوا باتجاه إسرائيل. بالتالي هذا التشويش العالي يوضح تماما أن إيران تعد لشيء كبير، قد يكون قادما باتجاه إقليم كردستان، وقد يكون قادما أيضا باتجاه أذربيجان، أو الهدفين سوية كجزء من الرد وعملية الانتقام. والمشكلة أن قاعدة تبريز عبارة عن قاعدتين صاروخيتين، وهذه القاعدة من الممكن أن تنفذ العملية باتجاه إسرائيل أو باتجاه إقليم كردستان أو حتى باتجاه أذربيجان، وممكن أيضا للقاعدة الموجودة في كرمانشاه أيضا أن تنفذ هذه العملية مثلما قامت بعملية محاولة اغتيال آجي أمين واغتيالها كذلك لبيش روديزي. وتلاحظ هنا من صورة التشويش الأخرى في يوم 17 أغسطس أن التشويش نوعا ما انخفض لكنه يعتبر عاليا نوعا ما، لاحظ أنه باللون الأصفر واللون الأحمر، أي أن التشويش يرتفع مع هذه المعلومات التي نتحدث عنها، مما يضع الوضع ويضع الأمور ويجعلها خطيرة للغاية، وهذا ما ذكره مركز الروابط بهذا الصدد فيما يتعلق بأذربيجان، وذكر الآتي: إيران تخطط في استهداف أجهزة التنصت الإسرائيلية الموجودة على الحدود الجنوبية لدولة أذربيجان التي وضعت بهدف مراقبة كل الأنشطة العسكرية والأمنية في إيران. مثل هذا الاستهداف وجد مركز الروابط هو نوع من التراجع التكتيكي، نوع من الصبر الاستراتيجي، التحول من الصبر الاستراتيجي إلى التراجع التكتيكي، ضرب أهداف غير مباشرة والتوجه مباشرة إلى جعل الأمور تجري في داخل إسرائيل، أن تكون هنالك عملية في داخل إسرائيل وكذلك أطراف أخرى تحاول الاستمرار بعملية استنزاف إسرائيل بدلا من ضربة مباشرة من الممكن أن تكون تداعياتها خطيرة للغاية على العمق الإيراني. وما جرى ليلة يوم أمس من الممكن أن يكون مخطط له حول ما يجري في إسرائيل تحديدا من انفجار كبير في تل أبيب كما نلاحظ هنا. فجأة جاء هذا الانفجار بهذه الطريقة التي نراها، كان انفجار ليس بالعادي، ظلت الأسئلة تدور من هذا وما الذي جرى بهذا الانفجار، واتضح بأنه أحد عناصر حركة حماس بعدما تبنت العملية حركة حماس بنفسها، هذا هو الرجل الذي كان يحمل حقيبة مفخخة فيها قنابل طبعا أو مفخخة بالعبوات التفجيرية وغيرها، واتجه إلى نقطة معينة وكان يبدو بأنه يستهدف سوق أو مطعم أو غيرها لقتل العديد من الإسرائيليين في الداخل. بالتالي عملية بالداخل تهز نوعا ما تل أبيب وإسرائيل في نهاية المطاف. ولكن الذي جرى بحسب ما تحدثت عنه إسرائيل والشباك الإسرائيلي أن الرجل كان يمر بالقرب من هذه الشاحنة ولم يصل إلى هدفه، وفجأة انفجرت هذه الحقيبة بالخطأ أو بنوع من الخلل الذي جرى بسبب هذه المتفجرات الموجودة أو بخلل فني معين، وانفجر هذا الرجل طبعا مع الحقيبة وأدى إلى ضرر بهذه الشاحنة، وكان هنالك جروحا وأصيب الشخص السائق لهذه الشاحنة في نهاية المطاف، ولكن لم يقتل أحد، لكن الانفجار كان عاصفا وكان قويا. وبالتالي عمليات في الداخل وأيضا استمرار حزب الله اللبناني في عمليات الاستنزاف المستمرة والاستهدافات بالطائرات المسيرة مثل الجليل الغربي، العديد من الاستهدافات بالطائرات المسيرة جرت بهذا الشكل، وكذلك في الشمال الإسرائيلي باتجاه عيت الشعب ورامية وغيرها من المناطق المهمة التي إسرائيل تحاول من ضربها بشكل مستمر، وكذلك استهداف أيضا الجليل الأعلى الذي ترونه هنا بكريات شمونة وغيرها وأبقاء المدنيين بعيدين، استمرار الحرائق، الضغط عالي للغاية وعدم إعطاء المبرر لإسرائيل بالقيام بأي عمليات أو ضربات استباقية باتجاه إيران أو باتجاه حزب الله اللبناني، وخاصة هم يعلمون تماما بالنسبة لإيران وفصائلها المسلحة أن إيران لدي أو إسرائيل لديها معاناة
اقتصادية كبيرة للغاية، كما قال خبراء اقتصاديون هنا بحسب ما نقلته وكالة الأناضول أن عجز الموازنة في إسرائيل بلغ 8.1% في شهر يوليو، وبأن لديهم مشكلة ب 67.3 مليار دولار من التكلفة الاقتصادية بسبب هذه الحرب. بالتالي هنالك تكاليف اقتصادية ليست بالعادية رغم كل المساعدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أو فرنسا أو غيرها. بالتالي هي معلومات مثيرة للغاية بالتأكيد، نشرت من قبل مركز الروابط.